لا تعاتب أحدا على قلة الاهتمام. الاهتمام لا يطلب، فهو يمنح من القلب فيعطيك قيمته، ويفقد قيمته إذا ما طلب. لا تصدق أن أحدهم قد تشغله الأيام والساعات عن منحك ذاك الاهتمام الذي ترجو، فمن يهتم لأمرك سيخلق لك الوقت في زحام اليوم، ويقتطع لك ولو دقائق من فوضى الساعات، سيشعرك بقربه ما ابتعد، وبحضوره وإن خلا مكانه. الاهتمام حين يطلب يبهت لونه، يضيع عبيره، ويفقد دفئه ولذته. سيأتيك على طبق من البرود دون لون أو طعم أو رائحة، كمن يقدم واجبا ثقيلا، كمن يجاملك رغما عنه، ويقدم لك ما طلبت ظاهرا دون قيمة حقيقية تشعر بها. الاهتمام ينبع من القلب ليشعرك بقيمتك عند الآخر، تشعر معه بأهميتك وكيانك وحجم الحيز الذي تحتله في حياته. فإن لم يصلك بسخاء حتى وأنت توصد بابك، إياك أن تطرق بابه، فإن طرقت باب الاهتمام بات فارغا وضاعت قيمته.